السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة. فيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم فقاس بالفواكه المعسلة، وتقدر ديرو حتى بالفواكه الجافة. بالمكونات بسيطة كيجي الشكل ديالو كما كتشوفوا رائع، حتى المذاق ديالو كيجي بنين وسهل دغيا كيوجد، ما كيحتاجش كثرة الطياب، يعني كنطيبو كلشي في مره واحده. خليكم معايا باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. هنا غادي ندير المكونات مع الطريقه في نفس الوقت. غادي نحتاج 3 ديال البيضات، البيض من الأحسن يكون بحجم متوسط ولا شوية كبير، غادي نحتاج كاس إلى ربع ديال السكر سنيدة، وغادي نحتاج الكاس ديال الزيت، نفس الكاس اللي عبرت به السنيدة. غنخلط هذا البيض مع الزيت والسنيدة عاد نزيد باقي المكونات. ما نساوش رشة ديال الملح. نزيد كيس ديال الفاني، ياغورت بنكهة الفاني، غادي نزيد قشرة ديال البرتقالة، ونزيد بواطة من الفواكه المعسلة، كيبقى على حسب الرغبة واش ديروها كاملة ولا ديرو منها غير شوية. من بعد غادي نبدا نزيد في الدقيق بالتدريج، كمية ديال الدقيق كتبقى على حساب الخليط، خاص هاد العجينة ما تكونش قاصحة. غنزيد معاه كيس ديال خميرة الحلوى، هذا هو القوام ديال العجينه كما كتشوفوا كتبقى مرخوفه. دابا غادي نقسمها على 3 ولا 4. درت شويه ديال الزيت في يدي باش ما يلصقش، باش ما تلصقش فيها هاد العجينه.
غادي نديرهم في الصينية ديال الفران وندخلهم الفران يكون سخون على نار مهيلة حتى يطيب. صافي من بعد ما يطيب ليا من التحت غادي نحمره حتى من الفوق وغادي نخليه يبرد عاد غادي نكمل المرحلة ديال التزيين. وهذا هو الفقاس من بعد ما طاب وتحمر، خليته حتى برد مزيان. دابا غادي ندوز باش نغطيه بالشكلاط. غادي نطرد طبقه ديال الشكلاط تكون رقيقه. كنبدي بالظهر ديال الفقاس، عاد نمشيو للوجه ديالو حتى ينشف من هاد الجهه، عاد نقلبوه ونغطيو الجهه الاخرى. بعد ما دهنتهم كاملين بالشكلاط ونشفوا، دابا غادي نبدا ندهن الوجه ديالهم. خديت هكا الشيتا باش تسهل عليا وما تهش كميه كبيره ديال الشكلاط. من بعد ما نشف الفقاس بديت كنقطع فيه. كما كتشوفوا هذا الفقاس ما كيتفتت ما كيتهرس ما والو، والالوان ديال الفواكه الجافه كيجيو فيه رائعين لداخل. وكما شفتوا المكونات، حتى المكونات ديالو بسيطه ما كياخذش وقت طويل في التوجد ديالو، والمذاق ديالو راه كيجي رائع بزاف. صافي غادي نكمل هكا حتى نقطع كامل الفقاس اللي عندي ونحطه في طبق التقديم. وهذا هو الشكل ديال الفقاس من بعد ما قطعته. كما كتشوفوا الالوان ديالو كيجيو رائعين، كيجي كيشهي، حتى المذاق ديالو راه كيجي بنين بزاف. جربوه اكيد غادي يعجبكم. هكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.